نداء إلى طلاب السعادة، نداء إلى كل من يشتكي من ضيق الصدر وتعكر المزاج، نداء إلى كل فتاة غرها جديد الأسواق، نداء إلى كل من ظن أن الحب المحرم يجلب سعادة وأنسى، نداء إلى كل شاب يجوس بسيارته خلال الديار يقطع بها الفيافي والقفار بحثا عن السعادة وراحة البال، نداء إلى رواد الأندية وعشاق الفن، نداء إلى هواة جمع الطوابع أبعث إليهم هذه الكلمات مبينا فيها دواء دائهم وشفاء أسقامهم، كما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن محمد صلى الله عليه وسلم. نعيم القلوب، وما أدراك ما نعيم القلوب؟ مطلب الملوك والأمراء وأمل الأغنياء والفقراء، من أجله يسافر الناس ويغتربون، ومن أجله يبيعون ويشترون. نعيم القلوب، من أجل البحث عنه امتلأت أفنية القراء وازدحمت عيادات الأطباء، بل ما زار مريض طبيبا ولا طلب طفل حليبا إلا من أجل طلب نعيم القلب وسعادته. نعيم القلوب حرمه أقوام ووجده آخرون، حرمه فرعون في ملكه، وقارون مع كثرة ماله، وأبو لهب في حسبه ونسبه. ففرعون، وما أدراك ما فرعون؟ الذي كان في يوم من الأيام ينادي في قومه ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ هل سمعت بنهايته؟ نعيم القلوب وجده الأنبياء والصالحون حتى وهم في أحلك الظروف وأصعبها. وجده إبراهيم في النار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجده يونس في الحوت فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجده يوسف في السجن: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وجده موسى وهو طريد شريد: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجده محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هل الدنيا بدينارها ودرهمها، بقصورها وفللها، بشهاداتها ووظائفها تجلب للقلب نعيما وسعادة؟ هل الأنساب والأحساب والأهل والأصحاب يحققون نعيما وطمأنينة للقلب؟ هل الرئاسة والملك بجاهها وسلطانها، هل لها سلطان على القلب فتنعمه أو تسعده؟ هل الأغاني الماجنات والمسلسلات الهابطات تحقق للقلب نعيما وسعادة؟ كل هذه الأمور قاصرة في تحقيق الأمن والسعادة للقلوب. أتدرون لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي يعلم ما يسعدنا وما يشرح صدورنا بيّن لنا أن لنعيم القلب وطمأنينته أسبابا. من حققها حصل لقلبه من النعيم والأمن والطمأنينة بقدر تحقيقه لهذه الأسباب، سواء كان غنيا أو فقيرا، آمرا أو مأمورا، أبيضا أو أسودا، عبدا أو حرا، رجلا أو امرأة. الإيمان، وما أدراك ما الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان، وما أدراك ما الإيمان؟ إذا آمن العبد بالله وأخلص العبادة لله فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يرجو إلا ما عند الله، ولا يخاف إلا من الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول